عشان نسوي كوبي، أول إشي بتروحي تفتح ال virtual box، عندك هنا settings صح؟ بتكبسي settings، بتروحي عند ال advance، بتروحي هون shared clipboard. هذا ال clipboard أي إشي بتسوي له كوبي بتسيف بال clipboard. بتعملي by directional و drag and drop. drag and drop يعني بتقدري تاخدي فايل وتحطيه في الكود من الويندو للويندو، بتحطي باي دايركشنال، اهم شيء الاولى. طيب تعملي اوكي والامور تمام.